كاين عده اجراءات. اولا كان الانتاج هنا تاع الاستثمار، وكان الموالين ومربين على مستوى السهوب الهضاب العليا على مستوى يعني نقولوا حنايا الشمال. بالنسبه للحوم التي تاتي من الجنوب، وفي برنامج يعني اولا يكون فيه يعني كل المراقبه الصحيه، فيه تحاليل بالنسبه قبل ما يعني قبل الذبح. ثانيا يعني فيه كذلك تنظيم بالنسبه لسواء نقل او البيع على نقطه بيع اللي تكون هي يعني فيها مراقبه من طرف سواء مصالح البيطريه او المصالح التابعه لقطاع التجاره. ورانا نشوف بلي الاسعار هنا اسعار اللي قبلها المستهلك هنا في بيتنا، انا مثال حي وهو الاسعار كانت تباعت الحم بين 110 الى 120 الف الكيلوغرام. وراح ان شاء الله نزيدوا نكملوا ونطوروا الامور هذه، لان عند زوج مناطق اللي لحد الان متاهله ماذا بينا نزيدوا نكثروا منهم. انا ولايه طمن راست ولايه اضرار اللي عندهم قدرات عاليه بالنسبه لانتاج اللحوم الحمراء، ويعني باش ننقلوها الى مناطق الشماليه للبلاد.